أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية بتطوير شامل لمدينة شرم الشيخ لتكون مدينة خضراء ومستدامة. وخلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته التفقدية للمدينة، أكد مدبولي أن مطار شرم الشيخ أصبح قادرا على استقبال 10 ملايين سائح طوال العام. بدأنا الزيارة بتفقد التطوير الشامل اللي اتعمل في مطار شرم الشيخ، والحقيقة هو تطوير كامل، وفي صالة كاملة جديدة تم إضافتها ورفع كفاءة الصالة الأولانية، بحيث النهاردة أصبح مطار شرم الشيخ قادر على استقبال أكثر من 10 مليون سائح على مدار السنة، وده طبعا رقم كبير جدا نتيجة لإن شاء الله تخطيطنا أن مدينة شرم الشيخ هتستوعب المزيد من أعداد السياح في الفترة القادمة. الحقيقة يمكن اتمنيت على توافر كل الخدمات اللي هتبقى موجودة في المطار منذ لحظة نزول الطائرة حتى خروج السائح من المطار بكل الخدمات اللي موجودة، بدءا يمكن أنا عايز أقول، ويمكن دي كان برضو يعني توجيه من فخامة الرئيس لوزارة النقل، برفع كفاءة الممرات أو الرانوي بتاع المطار، بحيث بقى هيبقى عندنا ممرين يعني يقدروا يشتغلوا في وقت واحد الاتنين مع بعض، وده يبقى زيه زي أي مطار عالمي على أعلى مستوى في أي حتة في العالم. وطبعا مع صالات الانتظار والوصول والاستقبال والسفر، كل ده بيتعمل بطريقة أكثر من رائعة. الدخول السياح، الكاونترات اللي بتستقبل تم مضاعفتهم كأرقام، بحيث يبقى عندنا منظومة كاملة يقدر السائح يعني بأسرع وقت ممكن يخرج من المطار بأفضل طرق للاستقبال وتقديم الخدمات.